دابا هاد الدريه انا اول مره ملي بدات سيد تكرفس عليا وداكشي انا كنت غير خدامه ما كنجي حتى ل9 و9:30 ديال الليل عاد كندخل نخدم بعيده في الجرده. ملي جيت ديتها للطبيب ديال المونستري طار مولاي عبد الله قال لي ودي راه اللي راه اختك تمشي للطبيب ديال برا. ديتها للطبيبه جبتها دوزت ليها قالت لي ودي انت دابا راه الدريه باقا بنت وداكشي صافي. ما درت سيرتيفيكا ودرت كتبت شكايه باش ندفعها الوكيل المالك وداكشي. قال لي ملي جيت عندي 3 ايام وكيمشيو يجيو عليا كيعورطوا بيا هو المرض ديالو وبات الولد ومعهم الشاهد حتى هو. ايوا صافي قلت لهم الدريه بقى بنت وداكشي ماشي مشكل ما قالت على الصاله مشاكل ولا بقى بنت داكشي اللي بغينا. ايوا عورطوا بيا 3 ايام عطيتهم هذوك الوريقات داوهم ايوا مشاو. هي هذيك قلت لي واه انت ملي عندك الدريه غدا ربطه تكون حامل ولا شي حاجه. قال لي ما تخافي حتى شي حاجه الا كان شي حمل ولا شي حاجه كنهضر مع الشاهد. قال لي ما تخافيش رجع لبات الولد قال لي شوفي مده شهر ونص راه غنجي نديروا لها واحد لافيزيتها. قلت لي ما كاين حتى مشكل. مشات الدريه مده شهر ونص مرضت كنجي كنقول لها مالك ما كتنوض ما كتاكل ما كتشرب ما والو. الزيت ديتها لشاكي في الوزيه دوز ليها قال لي ودي الدريه راه حامله. قلت لي ما يمكنش هذا الدكتور. قال لي لا كاين القانون المسطره عمري سيرتيفيكا. جيت انا والدريه ركبنا في الطوبيس جينا طلعت عندو بيت الولد خرج قال لي ودي قلت له الدريه اليوم راه حامله. قال لي وشوفي عطاش غديري دابا حنا هادشي ما يسمعنا حتى واحد دري تيجي شويه وانا شويه نحيدوه ليها. قلت ليه انا ما نقدر الدريه مكرفس عليها وشكون اللي باقي غيهي دابا ملي هي صافي مشات ليها الشرف ديالها وتكرفسها وكلشي. المهم انا غنتبع قانون المسطره. دات يومين ديال الاختصاص مشينا للاختصاص انا ودي دوزت ليها دوز ليها هو جا دي الدريه مشينا ثاني داونا للدار البيضاء داونا ثاني لهذاك الميريزكو مشينا للشرعي خاد جات عندو الدريه عطات التقرير قالت لي التقرير ديال الحوريه. قال لي واش تي دابا اش غادي نقول لك الدريه راه حامله بنت سيري دابا ديها تهلاي فيها تتولد وقت اللي تولد تجي نديرو الخبره. قلت لي ما كاين حتى مشكل. جيت ولدت الدريه درنا 40 يوم مشيت عندهم ولاو تيدارو فيا ما كاين بعد مرتي خرج ليش واحد يقول لي انتي ملاقيه جريه انتي ملاقيه هادي انتي خاصك تخسري في المراكب انتي كديري كتفعلي هي هذيك صافي. ما عرفتيني فين كنعرفش انا بصراحه. معمرني مشيت للمخزن معمرني هاد الشيء درت في انايا معمرني في حياتي وليت هاد القد. هي هذيك صافي جيت كنمشي عندهم ثاني على حساب ديك الخبره كيقول لي راه سيري بلاتي سيري اليوم سيري لستيناف مشي لستيناف مشيت لعين السبع درت محامي شويه عيط لك المحامي قال لك ضروري تجي عدو السمسار ديالو يجي خدي فلوسك تعطيه 50000 ريال عطيه لي دوسي. قلت ما كاين حتى مشكل. قال لي نهار 17 في شهر 9 نهار مشيت في شهر 9 نهار 17 دخلت المحكمه ما كاين حتى واحد كاين انا والدريه لقينا الجلسه فاتت. قال لي خاصك تدخلي تسوق لي ديك الكاتبه تقول قالت لي ودي راه اجلوها للسيمانه الجايه. السيمانه الجايه ملي مشيت مشينا عند محاميه سولتها قلت لها بغيت نقول لك انا بغيت ما كنعرفش اختي الله يرحم والديكم ولا ما وريوني انا راه محمره شي فايت فيا وريني. قالت لي ودي المتابعه راه مزيان ملي جيت عندي راهم متابعينها واليوم انا بغيت نعرف هاد المتابعه اشنية. ما عمرني انا شفت هاد الشيء ما عمرني شفتو. الدريه خاصها تدوز مع الدري ما عمرها وقفت معاه. يهدموني ضربوا الدري خويا ضاربينو بالعصاقات لينو ضربوني انا مكيهد راه كيدوز منها يعاير فيا. بغينا نعرفوا تبعنا قانون المسطره ما شتي حاجه خويا ما شتها. الدريه ضاعت كتبرك في الزنقه ما عندها لا حنين ولا راه حتى شي حاجه عندنا غير الله. كنخدم انايا غير في الجرده نهار نخدم ويومين ما كنخدمش باش نعيش هاد الدري. وهاد الدري غدا وغدا ملي غادي يبغي الاب ديالو كي غندير لي انايا كي غندير لي ملي غنجيب لينا الاب ديالو منين باش يديروا لي انا هاد الشيء حشومه. انا نعرف يوقف معايا ويعطي ويوقف قدام المحكمه ويعترف وتجوز هذيك الخبره قدام وكيل الملك ويقول لي راه ماشي ولدو انا هاني ماشي مشكل. بعد ديما نقول لي انا غنطلب منه السماح انا غنقول لي اسمح لي نسمح لي باش غيدير هاد الشيء لهاد الدريه ويتقرفص عليها ويديها للبلديه. انا ما نتقبلوش ما نتقبلش يتكرفص عليها وما نتقبلهاش ما نتقبلش يتكرفص على الدريه وما نبغيهاش ما نتقبلهاش. اين واحد ما يبغيش بنته تكرفس باش يتكرفس على الدريه ويضيع حياتها ويخليها هكا مشرده راه ماشي قانون. هي الان ما عندهاش حتى فين تنعس لا هي لا ولدها ما عندهاش ينعس. انا راه واخده بيت مع الوراثه راه 6 الوراثه وانا هي السابعه بيت واحد كي غندير لها البيت. قلت ما كاين حتى حاجه. قال لي لا هذا الدار الملكي قال لي اش قال لك؟ قلت لي راه قال لي ودي الدري راه حنا قرينا الخبره راه ماشي من صالح الدري
قلت لي يا ودي واش كتقرا عندكم نتوما هنا؟ قال لي حنا قلنا لك دي داك الدريري تهلاي فيه والسلام عليكم. هي هذيك جيت صافي بقات هي ديك سميتو بقيت كنتشيت انا نطلع ونهبط نطلع ونهبط نمشي 15 يوم عيط لك المحامي قال لي ارو فلان لاباس لاباس قلت لي لاباس قال لي يا ودي راه هذاك الدري اللي تداعي راه ماشي هو سيري شوفي واحد اخر. قلت لي والله لا زوينه هذه انا غنقابل على عبد الله نتهم فيهم الدري راه كتعرف ماشي ما كتعرفش اللي تكرفص عليه راه حنا الرم ديال الدري حدانا. هي هذاك صافي مشيت نهار اللي بقيت كنمشي ونجي مشيت في شهر 8 قال لي يا ودي راه شهر 8 كيكونوا فيه الكونجيات ديال هذاك الشيء ديال المحكمه سيري حتى شهر 9 وجي. مشيت في شهر 9 نهار 2 في شهر 9 مشيت ملي دخلت قال لي راه عندها راه دير متابعه انا حيت ما عمري ما فايت في هذا الشيء ما عرفتش كنتعب متابعه عليك الدري تابع الدوسي. المهم انايا كنطلب من اسمي هاد الناس كيتكرفسوا عليا وكيتهدوني وكيعيروني دابا حاليا حاليا كيهددني دابا راه كيجي معاه كتجي معاه واحد الدريه بنت اختي في الطاكسي وكيهددني بالمعيور وبسمي. حنا باغيين على الحق انا ما نعيروش انا كنت بغيت المضاربه نهار الاول المضاربه ما مشيش للقانون عام ونص عام ونص وتقول شي حاجه شتها تقول يدور يقول لك خيبره شتها. هاد الخيبره حنا شفناها شكون شافها قال لك شافها عمو هو اللي شاف هاد الخيبره. هادشي كنطلب من سيدنا والله ينصره ومن الحكومه ومن اين واحد ومن وكيل الملك الله ينصره يعطيني غير الحق في الدريه غير الحق ديالها. انا ما بغيت حتى شي حاجه بغيت غير الحق ديالها ناخذ غير الحق ما بغيت حتى شي حاجه ما بغيتها انا عدري وش وعاشي الملك. هادشي اللي كنطالب انا يا الدريه ضاعت يا ولي داكشي يوم بعينك هادشي اللي كنطالب. مشيت انا فران حطيتو انا جايه حط لي جنبي دار كباني عندو الكلب حط لي بزز قال لي يلاه الله معايا بغيتي شهلا معايا نايك وجهك وداني هنا حدا البيت صافي حيد لي كل شيء ويجي.